لكل منا ولا بد وعنده قصة ديالو في هذه الحياة، ولكن البعض منا اللي لما كتجيه إشارات في بداية الأشياء باللي أنه دوك الخطوات اللي غادي تدير في حياتك راه لا تليق بك، ولكن ورا ما هادشي كله تنقولوا أجيو نجربوا ونتعاملوا على الجواب اللي تعطينا من الأول وتنكملوا وسط عالم اللي هو ماشي ديالنا، عالم اللي عرفنا الإجابة ديالو من البداية. حكيتنا الليلة سميرة آية من الجمال، حيتاش ما لقاتش اللي يفهمها اختارت في الأخير ما لا يليق بها، ولكن هاد ما لا يليق بها غادي تشوفوا المعاناة اللي دوزت فيهم، فما تمشوا فين وبقوا معي باش أنكم تعلموا من عبرة جديدة في هاد الحكاية. سلام ومرحبا بكم وألف مرحبا في دار سلامي ليك. إذا كنت جديد على قناة نقول لك مرحبا بك، وإذا كنت من أهل الدار كيف العادة الدار دارك، المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد. إذا مازال ما التحقتيش بالعائلة ديالنا شنو باقي مازال كتسنى، وباش تكون من الأوائل اللي كيتوصلوا بالفيديوهات كيف ما كتحط فعل جرس القناة لتحت، وإذا تيبان لك هذا المحتوى بأنه يستحق قدام ما تنساش أنك تشاركو مع العائلة ديالك حبابك صحابك اللي كان باش كلشي يستافد. قولوا لي اول الاول كيفاش جاني هذا السيل، راني اول مره تنت كوستيوما، اول مره تلبس شي فيست بحال هذا النوع، تيجينا شي بحال ديال البيروت ما كنرتاحش فيه، ولكن قلت اجي نوه شي شويه. المهم خليني ما نطلعش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا سميره غادي نبدا لكم قصتي من نهار تزاديت. اول حاجه والديا كانوا والدين زوج ديال الوليدات، ولد وبنت، وانا غادي تحمل بيا ماما بالغلط حيت كانت عندي اختي قل من عام وما تقبلاتش الوضع، حيت ما كانش بامكان ديالهم انهم يزيدوا الثالث، وساكنين غير في الكاريان وما عندهمش غير ماما اللي كانت كتدبر على راسها، وبابا ما كانش على باله، كان سيخرج وكيفسد وغير مبالي ولا حتى مسؤول. فبما انه الظروف ما كتسمحش ماما قررت باش انها تطيحني وباي طريقه، ولهذا ما خلات مشروبات عشوب دواء ولكن والو. واحد النهار خالي ومرت خالي كانوا جالسين مع دارنا وشافوا ماما كتشرب في واحد العشوب، سولتها مرت خالي علاش كتشربيه فيهم، راني بغيت نطيح هادشي اللي في كرشي، راك عارفه البنت مازال باقا عندي ما كملات حتى عام والحاله الماديه. شوفي ما تطيحي ما ديري حتى شي حاجه، خليه انا بغيت هاد الطربيه وكيف ما غتزاد كيف ما غادي ناخذها، واخا ما كرهتهاش انها تكون بنيتها حيتاش ما عنديش، ولكن المهم اللي جا مرحبا به. صافي ماما فرحات وكان حدا واحد طريفة ديال الخبز هزاته وقالت لمرت خالي حلفي ليا بيه حتى ما غاديش تراجعي في كلامك نهار نولد، حلفات ليها وقالت لها كوني هانية. ماما ولدات وجابتني للدنيا وعيطت على خالي ومرته، هاد مرت خالي كان معاها شي بركة نتاع الذهب، مشات بعتها بشرت لي الحوايج وحليب ورضاعة واي حاجة كتخص شي بيبي وجبتهم معها، هزوني وداوني لعندهم، فرحوا بيا وذبحوا لي حولي وداروا لي السبوع كأنني بنتهم ومنهم، وما خصوني حتى شي حاجة، كنت كنلبس غير احسن حاجة. هاد مرت خالي خواتاتها ولا اي واحد كيعرفوها كانوا دايريني بنت اختهم، عمرني ما حسيت بداك الاحساس نتاع انا راني ماشي منهم. بديت كنكبر وتنعيط لمرت خالي ماما وخالي بابا، فاش تسمعوني في الحكايه تنقول ماما وبابا عرفوا بلي انها هي مرت خالي وراجلها، حيت اذا تكلمت على والديا الاصليين غادي نذكر بلي انهم اصليين. المهم تنكبر ودخلت المدرسه وبديت كنقرا في مدرسه خصوصيه، بحكم انه بابا اللي مربيني كان كيشتغل مع الدوله في واحد البوست فكان معروف لا في كنيته ولا في كل شيء. في المدرسه كانوا كيعيطوا عليا غير بالكنيه ديالو، واخا ما كانش مدخلني في الحاله المدنيه ديالو حيت كنت مقيده في الحاله المدنيه ديال بابا الحقيقي. وكيف قلت لكم فاش كنت ندخل المدرسه كانوا كيعيطوا عليا سميره فلانه، عمرني ما حسيت بشي احساس انني مربيه، كنحس انه والديا هما هادو. واخا منين كانت عندي 5 سنين كانوا كيديوني عند والدي الاخرين كل صيف وكيمشيو معايا وكيقولوا لي هذه ماماك وهذا باباك وهادو خوتك، هادو راه والديك الحقيقيين وراه حتى حنا راه والديك. وانا صغيره كنت كنقول لصحاباتي عندي زوج ديال الماوات وعندي زوج ديال الباوات وانا راه ماشي بحالكم نتوما، كنت واخده الامور ببساطه وما كانش عندي احساس انني مربيه نهائيا وما كانش عندي نقص. فبقيت غدا وتنكبر نجحت في السادس، واخا ما كانتش شي قرايه المهم طلعت للسابعه، واول مره غادي ندخل ليها وراكم عارفين تتكون واحد لسه ديال الغياب اللي كتكون فيها سميتك وكنيتك الحقيقيه. اول مره غادي ندخل للحصه غادي نسمع سميره بالكنيه ديال بابا الاصلي، اقسم بالله اذا ما عرفتش كنيتي ما قلتش اصلا حاضره. الاستاذه كتعاود سميره فلانه سميره فلانه، بقيت غير كنشوف شويه وانا نهز يدي، عاد استوعبت وقلت لها حاضره. علاش سميره القبيله وانا كنقول في سميتك علاش ما كتسمعيش؟
بحال ما تقبلتهاش دازت هذه وبقات بحال هكاك، وانا ما كنتش كنقرا مزيان، ما عنديش مع القرايه غير غدا جايه. كان تيعجبني الوقت اللي ما كنتش نقرا فيه، كنا كنطلعوا لواحد الغابه اللي كانت حدا المدرسه، تنبقاو جالسين فيها وتنبقاو كنضحكوا حنا الدراري والدريات اللي كنا مجموعين، ولكن عمر اللي ما درت شي حاجه خايبه غير تنطلعوا تنبقاو جالسين تما تنضحكوا حتى كتوصل 12 ونمشيو في حالنا. كنت نخاف من بابا بزاف ومن خوتي، وتنقول باللي ما خصنيش ندير شي حاجه اللي هي خايبه. بقينا بحال هكاك، بابا كيتبعني، وخصوصا لما عرف انني كنت مصاحبه مع واحد البنت اللي كان مشبوه فيها، كانت كتصبغ شعرها وكانت مع واحد الخليل ديالها اللي كلشي عارف عليها هذا الشيء، وما كانش كيقرا معنا في المدرسه، ولكن كان تيجي تيتلقى ليها كل نهار تماك. يعني هو اصلا كان رد ليا البال، تيقول لي ما خصك ديري لها ولا ها، والا غادي نهرس لك رجليك اذا لقيتك مع شي حد، حيت ما عندكش الحق ديري شي حاجه اللي هي خايبه. ماشي تقولي انا راه مصاحبه مع ديك البنت خايبه غادي ندير بحالها، انت راك تربيتك في شكل. بابا وقت ما كان تيشوفني مع ديك البنت كيبدا كيخاصم عليا، علاش انت هي معاها، فرقيها عليك، راه ما مزياناش، والديها حتى هما ما مزيانينش. وانا ما كنتش نسمع لديك الهضره، كنت نقول سوقوا هذاك، المهم انا راني ماشي بحالها. هي مرافقه مع داك الدري، ولكن تنحس بها نقيه من الداخل. المهم كانت عزيزه عليا، وانا من النوع اللي كنت كنشد ضد ديك الحاجه اللي تبعوني عليها، الا ما ديريهاش ايوا هي اللي غادي ندير، انا تنشوف راسي باللي ماشي بحالها. المهم بابا اللي مربيني كان ديما يتبعني من المدرسه، كان بان لي دخلت غير هو تيمشي انا كنت تنقز من السور وكنخرج وبغى غنجلس في الزنقه. دابا حاليا فاش كبرت وعيت تنقول علاش كنتي كديري بحال هكا يا سميره مع باك اللي كان باغي لك غير مصلحتك، ما مشيت حتى جبتها في راسي. انا اللي ما قريتش، بقيت هكاك حتى لواحد النهار طلعت للغابه انا وهاد صاحبتي والخليل ديالها جالسين تما ضحكين ناشطين، ما قريناش واحد زوج ديال السوايع. واحد البنت جارتنا كانت كتقرا معايا، كانت دايزه من حدا الدار، شافتها ماما اللي مربياني وقالت ليها فين هي سميره، اخالتي راه بقات في الزنقه وحنا راه ما قارينش هاد جوج السوايع. ماما بدات تغوت قالتها لبابا وبقات تنقر، ومين جيت انا للدار بقاو كيخاصموا عليا وكيعايروا فيا. كان واحد خويا هو الصغر في الدراري، انا وياه ما كناش كنتفاهموا، فاش كان كيسمع هذا الشيء غادي يغوت وغادي يقول لهم نتوما اللي بغيتوا تجيبوا بنت وسط منا، نتوما اللي ربيتوا بنت، ها هي غادي تجيب لينا غير العار، ها هي ولات كتخرج وشوف دابا مع من كانت ولا شنو كاع دات، نوضوا سيروا شوفوا واش باقا عزبه. المهم ديك الهضره انا ذاك ضراتني في خاطري بزاف، خصوصا واحد الكلمه اللي قالها، الحمد لله انها ما هزاش الكنيه ديالنا، اما كون راه شوهتنا. عرفتوا داك الاحساس اللي جاني ما كانش كيتشرح، هزيت واحد الدواء نتاع ماما اللي كنت باقا عاقله عليه ديال الاكتئاب، واحد البلاطه اللي كانت هي عامره هزيتها وهزيت قرعه ديال الماء وخرجت. كنت قاريه مع زوج، هذاك النهار كانت الجمعه ما تندخلوا حتى الجوج ونص، خرجت مشيت وقفت قدام واحد الجامع قرب من المدرسه وانا نقول يا سيدي يا ربي اسمح لي على هادشي اللي غادي ندير، انا راني ما بغيتش نموت ولكن بغيت غير نخلعهم في دارنا باش ما يبقاوش يقولوا لي بحال هاد الهضره ويعرفوني باللي انه راني تاديت. كان هذا هو التفكير ديالي. شرب داك الفانيد والماء وخليت البواطه في جيبي وبقيت غادا المدرسه. في طريقي تلاقيت بواحد الدري اللي كان تيقرا معايا، شديت فيه وقلت ليه شوف فلان انا راني شربت واحد الفانيد ولكن العار ما تقولها حتى شي حد، حتى اذا وقعت ليا شي حاجه عاد قولها لهم، قول لهم راني شربته وراها هو في جيبي. باقا عقله دخلت للقسم الحصه ديال الرياضيات، دخلت وجلست وتما فين حسيت راسي بلي انني بديت كنترفع. جا عندي الاستاذ قال لي واش مخرجه التمارين؟ لا، هذيك هي اخر حاجه عقلت عليها. قالوا لي التلاميذ بلي انه من بعد بقيتي حصه كامله وانت فايقه ولكن ما مركزاش وما كتقدريش تكتبي، وغير هما اللي كانوا كيكتبوا ليا حيت داك الدري اللي تلاقيت به قال الدراري الاخرين شنو درت. قالوا لي معاك انت بغيتي تخرجي من القسم وانت طيحي وخرجت لك الكشكوشه من فمك، غادي نعقل على حاجه وحده، انهم هزوني وداوني للاداره وجبدت البواطه وريتها ليهم، ومن تما عاوتاني ما بقيت عقلت على حتى شي حاجه. غادي يعيطوا على والديا وعلى الاسعافات، وجاو داوني داروا لي غسيل المعده، بقيت تقريبا يومين في السبيطار. غادي تبات معايا ماما مسكينه اللي تمحنات بزاف، غادي يعيطوا حتى على والديا الاصليين وجاو حتى هما. المهم ديك 10 ايام كاملها ما كنتش تقريبا كنعقل على شي حاجه، كنعقل على راسي غير تنعس تنفيق تلقى راسي يا اما جالسه في هذا البيت او لا في ذاك البيت ولا تناكل ولا تندير شي حاجه. المهم منين جاو دارنا الاخرين قالوا ليهم غادي ندو معنا سميره ترتاح واحد شويه ونرجعوها لكم، داوني معاهم. والدي اللي مربيني كانوا تيبكيو، كان عندهم خوف لانه والدي الحقيقيين يدوني بمره وما نرجعش.
ماما مسكينه كانت كل مره كتعيط عافاكم رجعوا لي يا بنتي. المهم جلست عندهم شي اسبوع وعاودوا رجعوني. ماما اللي مربياني تلقات ليا وكتعنق فيا وكتبوسني، خوتي كذلك. وبدينا كنضحكوا وتغدينا. بابا جمع خوتي اللي كنت مربيه معاهم وقال لهم اخر مره نسمع شي حد فيكم اذا هاد اختو ولا بنتي قال ليها شي كلمه نتفاهم معاه، هادي راه اختكم واخا ما عرف شنو يطرى، واذا مت تورث معاكم بحال اختكم من دمكم، واذا ما عطيتوهاش حقها انا سخط عليكم. غادي توصل العشيه وجات عندي ماما اللي مربياني، قالت لي سميره ربك بغى يديك عند الطبيب النسائي تاكد. واش بنتي انت متاكده من راسك؟ اه ماما راني متاكده، حنا راه تايقين فيك، ولكن راه من نهار درتي ديك الكارثه والعائله كيقولوا راه انتحرت حيت كاينه شي حاجه اللي مزبلاها. قلت لها انا ما عنديش مشكل، انا ثقه في راسي. وصراحه ديك النقطه ما ضرتنيش بالعكس نهائيا، مشيت معاهم ضحكه، دخلت عند الطبيبه ساليت معاها، خرجت عند بابا حشومة عليك سي فلان راه بنتك نقيه. فرحوا وبداو كيبوسوا ليا في راسي وتيقولوا ليا سمحي لينا. ما عنديش مشكله بابا، اي حاجه غادي تريحك انا غادي نديرها. صافي جينا للدار، دازت يومين رجعت لخرايتي، تبرى مني بابا وقال لي ما لقاكش شي نهار، جالسه حدا ديك البنت. المهم ما بقاش كنمشي معاها في الطريق، ولكن باقا كندوي معاها وسط المدرسه. دازت عاوتاني شي 20 يوم ولا شهر عاوتاني وبقيت كنترافق مع ديك البنت، غاديه جايه وهي ديما مع الخليل ديالها، وما عارف شكون قالها لبابا. وجيت وبدا كيخاصم عليا وقال لي يا اما غادي نحولك من القسم ولا حتى من المدرسه. بابا سمع ما غادي تحولني من حتى شي بلاصه حيتاش انا غادي نجلس من القرايه، ما تليتش باغا نمشي نقرا حيتاش ما بقاتش عندي اصلا رغبه في القرايه. صافي يا بنتي ديري اللي بغيتي، زعما ديري شي صنعه. انا ذا كان عندي الميول ديال الصالون، فاش حبست القرايه مشينا سافرنا انا وبابا وماما، مشينا بدلنا الجو. فاش جينا جا بابا بدا كيقلب لي على شي سنتر فين نقرا هادشي ديال الاستيتيك، لقى ليا واحد وقال لي المدير من الاحسن انك تدخلها للخياطه حيت شتك وفرت ما عندها ما دير فيها وفيها غير البنات اللي ماشي مزيانين. وعمر لي راسه جا عندي بابا قال لي غادي ديري الخياطه، وانا راني ما باغيش هادشي يا بابا. لا غادي ديريها، ما لقيت ما نقول ليه ودخلت كنقراها العام الاول وعطيت فيها الجهد وتعلمت. كانوا كيقراو معايا عيالات كبار كنت كنجلس معاهم، حيت انا من النوع اللي فين ما تحطيت كندخل راسي، غادي نتعلم الفصاله والخياطه وشحال من حاجه خيطتها لماما حتى ليا. بقيت بحال هكاك، اللي عنده النيفو ديال الكاتريام كانوا كيشدوا الدبلوم، ومع انا كان عندي غير السبعه وما مكملهاش فخديت الشهاده. في العام الثاني من القرايه قلت لبابا انا بغيت نمشي لقسم واحد اخر نقرا فيه العصري حيت كنت نقرا في التقليدي، غادي واخا انا غادي نمشي نهضر مع المدير باش يحولك. منين جا بابا بغى يدوي مع المدير هبطت الاستاذه اللي كتقريني قالت ليه لا هي راه تابعه غير البنات اللي مشاو لذاك القسم، من الاحسن انك تخليها عندي. ثاني بابا غادي يرفض وقال لي غادي تبقاي في داك القسم. الراي ديالي ما كانش، واللي قال لي شي حاجه كان تيجي يطبقها عليا. وراكم عارفين ملي دخلت العام الثاني ماتت عندي الرغبه ديال الخياطه وما بقيتش حاملها، وليت كنمشي غير بالزز، وبعض المرات ما كنمشيش، وبعض المرات كنخرج كنمشي للقهوه مع صحاباتي. صافي ما بقيتش حامله نمشي لديك الخياطه نهائيا. كنت كنسلس وكنمشي عند واحد الاستاذه ديال الاستيتيك وكنبقى كنشوف وكنلاحظ، كيعجبني داك الشيء ولاني ما لقيتش اللي يدير ليا خاطري. كملت دوك العامين غير بالزز ومرضت، ما بقيتش حامله داك الشيء، وليت باغا نرجع نقرا وتنقول علاش ضيعت قرايتي، وليت كنبكي على الدار. شافوني ماشي هي هذيك، عاود بابا دخلني القرايه. صراحه هذا بابا مسكين دار معايا بزاف ديال المجهودات، ولكن انا اللي مني الخطا، كنت عارفه لانني ما شديت حتى شي جهه. دخلت لديك المدرسه اللي كنت فيها وعاودت من السبعه، الاساتذه تعاملوا معايا مزيان بزاف، ما نساش خيرهم، خصوصا استاذ ديال الرياضيات كنت عزيزه عليه بزاف وحببني في القرايه. وبديت كنقرا، اقسم بالله اذا بقوت ما كنت كسوله فاش رجعت وليت كنضرب 19 18 ديولي، ودارنا بقاو غير كيتصدموا بكثره ما كانت عندي ديك الرغبه في القرايه وتوحشتها. من بعد غادي نطلع للثامنه، وهنا كان قال لي بابا ما غاديش تبقاي في ديك المدرسه حيت كان وقع لي واحد المشكل مع واحد خويا من بابا الحقيقي، واللي كان من مرة واحدة أخرى اللي كان عنده بها علاقة، ولكن شي نهار غادي يجي المدرسة عندي ونوض لي صداع في المدرسة وقال لهم هذيك اختي أنا بغيت نشوفها. وبكثرة ما خفت منه حيت ما كنعرفوش جيت للدار وقلتها لهم، وصدقوا غادي للكوميسارية وداوه للبوليس وغادي يدير التزام باللي أنه ما يبقاش يجي عندي. ولكن بابا اللي مربيني قال لي لا بنتي ما غاديش نخليك في ديك المدرسة، ضروري نهبطك لوحدة أخرى. فعلا مشيت ليها واللي كرهتها بمعنى الكلمه، فيها اساتذه يحطموك. انا كنت كبيره في العمر وكنت كنبان كبر من دوك البنات، كانوا كيحطموني وكيرجعوني الاساتذه اللور ويقولوا لي انت كبيره طويله غادي تضرقي التلامذ ورجعي اللور،
وتيقرب دوك التلاميذ القدام اللي كانوا تيقراو مزيان ويحطهم في الطبله الاولى. واحد الاستاذ ديال الرياضيات الله يسمح ليه كان عكس تماما الاخر اللي كان في المدرسه الاخرى. بقوه ما هذاك حبب ليا القرايه، بقوه ما هذا الاستاذ الجديد كرهني في شي حاجه سميتها القرايه. ديما كان كيعايرني بالبقره وانت اصلا خاصك غير راجل سير تزوجي. المهم كرهني حتى ما تليتش بقى حامله القرايه ووليت من جديد، مره ندخل مره لا، وعاطيه غير الغياب وما نقراش نص نهار، ونمشي نخرج مع صحاباتي وندورو ويبسل علينا هذا ونهضروا مع هذا ونركبوا مع هذا، ولكن في وسط هادشي كنت حاضيه راسي. اقسم بالله انني ما كنت كندير شي حاجه خايبه ولا كنمشي مع شي واحد غير مني ليه. المهم بقينا هكا، نجحت في الثامنه ودست للتاسعه اللي كنت عارفه راسي فيها غادي نسقط بطبيعه الحال، لانه ما كنتش كنقرا ولا والو. صافي سقطت وجلست واحد شهرين تقريبا، وبديت كنقلب على خدمه وتلاقيت عند واحد السيده اللي عندها واحد المحل تاع الذهب. خدمت معها تقريبا شي عام، ولكن قبل هادشي كامل النقطه الاساسيه مازال ما عاودتش لكم عليها. انا في 2014 كنت نعرف واحد الولد اللي كنت ديك الساعه باقي ما رجعتش للقرايه، كنت غير جالسه كنتسخر لدارنا وكنجيب المسمن عند واحد السيده اللي كنا كنعرفوها كتصايبو لينا، وفين ما كنمشي كنجيبو. كنت كنتلاقى مع ولدها اللي كنت نعرفه اللي كان عنده فيسبوك ديالي، حتى ولينا كنهضروا في الواتساب وبدينا كنبغيو بعضياتنا وبدينا كنتشوفوا مره مره، حيت ما كنتش كنقدر كنخرج. واحد النهار مشيت نجيب الكوموند نتاع دارنا ولقيته في الدار وما كان فيها حتى شي حد. قال لي طلعي. طلعت معاه وراكم عارفين زوج ديال الناس شنو غادي يوقع ما بيناتهم. المهم ما كانش شي جول اما بيناتنا، ولكن بالحق تقرب مني. رجعت في حالي، داك الدري بقيت معاه تقريبا شي عامين. فاش رجعت للقرايه كنت ملي نكون خارجه الصباح كنت نشوف واحد الولد اللي كنت فايت ليا تنشوفه في المره الاولى فاش كنت في السابعه، كان تيقرا هو في التاسعه انا داك، وكنت كنجمع معاه هو وصحابه. ولكن من بعد ما دازوا سنوات وغبرت كنت فين ما دايزه من حداه تيلوح ليا كلمه زوج، تنقول مال هذا واش ما بقاش عاقل عليا، وكنزيد وكنخليه. واحد النهار شدني وقال ليا عطاني نمرتك، ملي صيفط ليا ميساج في الواتساب انا نقول ليه واش ما عقلتيش عليا فلان. لا كنا تنقراو في مدرسه واحده، بقينا كنهضروا وقلت ليه شوف راني علاقه بواحد الولد خلينا اصدقاء، وحتى هو قال لي نفس الهضره وتعاود لي على الخليله ديالو وانا على الخليل ديالي، وبقينا بحال هكا في الاول. الولد اللي انا كنت بعلاقه به تناقشت معاه وتفارقنا، ولكن في هذا الوقت لقيت وانيس اللي هو هذا الصديق ديالي اللي كنت كنعاود ليه وكنشكي عليه كلشي، وكان بكي وتيواسيني وكان مهتم بيا بزاف. كان يجيب لي الشوكولات حتى لقدام الباب ويحطو ليا، ولا بعد المرات كنا كنتلاقاو، ولا فاش كنت كنمشي للمدرسه كان كيوصلني ويجيبني كنرد ليا البال. عرفني على خواتاته وعائلته هي هذيك من بعد فاش سقطت انا في التاسعه ودخلت خدمت مع ديك الذهبيه شي عام، وانا ديما بعلاقه مع خليونا نسميوه كمال اللي تحولت علاقتنا من صداقه الى حب، وغادي نولي كنمشي عندو للدار وغادي يكون ثاني شخص كيتقرب مني. هذا كمال كنت كنبغيه بزاف في الخدمه، ما بقيتش حامله داك الجون تاع الضغط وانا نخرج منها. من بعد غادي نخرج انا ودارنا في عطله، هاد العطله اللي كان فيها العرس نتاع اختي من والديا الحقيقيين، مشينا دوزنا معاهم 10 ايام ورجعنا في حالنا وتلاقيت بكمال من جديد. شي ايام غادي نخرج انا وصحاباتي تناقشت مع واحد الولد، ضربت انا وياه صدقنا في الكوميساريه سخفت، عاودت لكمال شنو كاين ولكن ما سول فيا ما والو، طلع لي الدم وقلت اخر مره نهضر معاه غادي نبلوكيه، واصلا كنت كندوي معاه على الزواج وكان كيقول لي لا ماشي دابا، واذا بغيت نفكر في الزواج من هنا لشي 10 سنين، واذا جاك شي حده بنت الناس الله يسهل عليك. ما كانش تيكذب عليا، كان تيقول لي الصراحه، انا اللي كنت نكذب على راسي. غادي ناخذ قرار ونبلوكيه من كل شيء، وسديت عليه حيت انا ما باغاش نتفلى. هو هنا بحال تاكد لي بلي انه صافي، هاد المره خديت قرار وليت كنخرج يوميا باش ننسى، كنمشيو لواحد القهوه كنجلسو وكنضحكو وكنفوجو لمده شهر، وهو يوميا تيجي قدام الباب سكران وكيصوني عليا بالتليفون ديال صحابو طلع لي عافاك، كان كيتلقى لي في الطريق ما خلى ما دار والو. صافي حتى لواحد النهار عيطوا عليا خواتاتو بغيناك تجي عندنا دابا. واخا انا كنت دايره مع صاحبتي قلت لها سيري القهوه دابا نتبعك دابا، مشيت لعندهم وطلع للدار ولقيت خواتاتو جالسين مجموعين. كي دايرين ياك لاباس شنو واقع؟ وللاسف الحلقه ديال اليوم غادي تسالي هنا، غدا ان شاء الله غادي نكملوا هذا الجزء وغادي تعرفوا علاش عيطوا خواتات كمال على سميره. نخليكم بكيف ديما انكم تبدعوا لي لتحت في التعليق وتقولوا لي في نظركم شنو اللي خلاهم يعيطوا على سميره، شنو بغاوها مثلا. المهم سمحوا لي انا عارفكم ما تعجبكمش الاجزاء ولكن الحكايه راه طويله مازال، فدمتم في رعايه الله وحفظه، خليوا لي التعليق ديالكم باش نشوف الابداعات ديالكم. سلام سلام.